the signing ceremony, the EITF 2025, تحت تصفيقاتكم. Presence means a lot on this very day. Thank you very much. نلتقي اليوم لنوثق الجهود التي بذلتها الجزائر غداة الترشح والفوز باحتضان فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية EITF 2025، ما يثبت جاهزية بلادنا وتوفرها على كل الهياكل القاعدية والإمكانيات اللوجستية والتنظيمية التي تمكنها من ريادة استضافة هذا الحدث الاقتصادي القاري الهام. إن احتضان بلدنا لهذه الطبعة يأتي في سياق تجسيد استراتيجية السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز التكامل الإفريقي ودعم التعاون الاقتصادي بين دول قارتنا.